الديمقراطية معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، معناها لا حاكمية لله، إن الحكم إلا لله ليس بصحيح عندهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا حكم الجاهلية يبغون، ولن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كل هذا عندهم باطل. فمعناها إلغاء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وليس هناك ديمقراطية إسلامية، بل هناك شورى. قال الله وشاورهم في الأمر، والمشاورة تكون لأهل الحل والعدل، وقال وأمرهم شورى بينهم. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يستشير أصحابه ويشاورهم، وهكذا أبو بكر وعمر فمن بعده